بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ مسوين معكم عبد العزيز اوغست مدريد. قبل ان ابدا المقطع صلى الله محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اصحابه اجمعين. اليوم جايب لكم عن التحديث اللي شو اسمه اللي نزل على البلاي ستيشن 4، تحديث ظهر رقمه 1.62. طبعا جهاز بلاي ستيشن 4 زي ما قلنا، زي ما قلت ما علينا. طبعا شو اسمه التحديث الجديد من شركة سوني، لا يا شيخ انا اكس بوكس. طبعا التحديث حجمه 336 ميجا بايت، ويتضمن تحسين عمل نظام التشغيل جهاز بلاي ستيشن 4 واستقراره. طبعا كل ما يسوون تحديث يقول استقرار نظام. يقول إضافة إلى تحسين الاستجابة وتنفيذ المهام أثناء استخدام اللاعب بشكل عام للجهاز وبرامجه الترفيهية. ما في أي شيء جديد يعني في التحديث، يعني مشكلة التحديث كل ما سوى تحديث قالوا تحسين نظام، ولا شفنا أي تحسن، يعني ما شفنا أي شيء. أنا صراحة ما لاحظت شيء. طبعا سوني يعني ما كشفت عن أي تفاصيل دقيقة للتحديث، يعني غير أنه يتعلق تحسين جودة الاستخدام وتفادي بعض المشاكل. بس هذا التحديث اللي رقمه 1.62 بس، يعني ما بيطول عليكم مقطع يعني خليه طويل وهو ما يستاهل. وهذا التحديث الجديد وبس، اتمنى مقطع يعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت فيفرت وش بعد ايه كومنت. سبحان الله بحمد سبحان العظيم، لا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. في امان الله. ديار الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح